السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد بالقناة، معكم ليلى. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وباحسن صحة وعافية. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا مع بعض تمر معمر بعقدة اللوز بنكهات مختلفة وكذلك تزيين مختلف. فكنتمنى الا كنتوا اول مرة كتشاهدوا هذا الفيديو او كتزوروا القناة، تنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. انضموا للقناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركة الله، نبدأ بالمكونات والطريقة. تابعوا معايا الفيديو للاخير وفرجة ممتعة. اذا اول شكل غادي نبداو به بتحضير هذا التمر المعمر. فغادي نحتاج هنايا كميه من التمر، انا استعملت التمر المجهول، ممكن تستعملوا اي تمر عندكم. كذلك غادي نحتاج هنايا العقده ديال اللوز، فالعقده عاديه يعني اللوز مطحون منشف يعني مزولي للقشره ديالو ونشفناه وطحناه مع شويه ديال السكر حتى كنحصلوا على عقده، كنزيدوه كميه من الزبده وكنعجنوه بالماء زهر. بالنسبه لعقده اللوز غادي تلقاو بزاف ديال الحلويات اللي حضرتها معكم بالعقده ديال اللوز، فهي نفس اللي غادي نستعمل. كنزيد معاها لاغوم ديال القهوه، انا استعملت هاد لاغوم ديال القهوه هو باش نسمت اول التعميره ديال هاد التمر. وباش غادي نديكوري غادي نحتاج لهاد الشوكولا، كتكون على هاد الشكل هي باش غادي نديكوري بها التمر. فكناخد التمر ديالي، من طبيعه الحال راني مسحته مزيان من الغبره اللي كتكون فيه، كنوضع العقده اللي نسمنا بالقهوه على هذا الشكل في الوسط، وكنوضعها في هذا الشوكولا بحال هكذا، وكنحاول انني نلصقها عليه مزيان باش كتبقى قابطه، يعني كتبقى قابطه في هذه العقده ديال اللوز. بالنسبه للتزيين فكيبقى لكم الاختيار تزينوا باي حاجه حبيتوها، ماشي ولا بد تكون عندكم هاد الشوكولا هادي. هانتوما كيف كتشوفوا، صافي كتجينا التمره ديالنا على هاد الشكل. هانتوما كيف كتشوفوا، نقرب لكم باش تبان مزيان، كتجي ديكوريا بحال هكذا. دابا غادي نكمل هاد الكميه اللي عندي ديال القهوه وندوزو باش نحضروا الشكل الثاني اللي غادي نحضروا نعمروا به كذلك التمر، يكون باغوم اخر وكذلك ديكور اخر. بالنسبه للشكل الثاني فغادي نحتاج كذلك نفس الشيء العقده ديال اللوز، نسمتها بالنكهه ديال الحامض، هي على هذا الشكل كنزيد معها النكهه ديال الحامض. وغادي نحتاج ليها التمر، انا التمر ما حليتوش هذه المره من الوسط، غادي نختار نديرو ديكور اخر حليته من الفوق، يعني كنقطع ليه الفوق ديالو من هنايا، كنزول ليه هذا الفوق ديالو وكنزول ليه العظم هكذا بشي حاجه كتجبد، يعني شي ملقاط يكون صغير يجبد لينا العظم. صافي وغادي نبدا كنعمر هاد العقده هكذا من الفوق في الوسط، نبقى كنعمر وكندخل بالاصبع ديالي حتى كتعمر التمره من الداخل، هكذا كتجينا شكل اخر مختلف كيف كتشوفوا. صافي غادي نقادها بحال هكذا. وهنايا غادي نحتاج للتزيين، هنا عندي شوكولا منكهه بالحامض نفس الشيء، كتكون على هذا الشكل ديكوريا بهذا الشكل، كنبرك العقده ديال اللوز على هذا الشوكولا بهذا الشكل هكذا، ومن بعد كناخد حبات ونعاود نديكوري بهم باش كتجينا يعني ديكوراسيون باينه من الفوق كيف كتشوفوا. يعني كنقبطوا هاد الشوكولا، هي اصلا ما تذوبش لانه مديوره غير للديكوراسيون فكتكون قاصحه. فوالا كتجينا التمره ديالنا على هاد الشكل، هانتوما كيف كتشوفوا، يعني كنجي شكل ثاني مختلف. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال هاد التمرات، ونعاودو نتلاقاو باش نكملوا الشكل الاخر اللي غادي نعمرو به التمر. بالنسبه للشكل الثالث فغادي نحتاجو للنكهه ديال الكابوتشينو، انا نسمت بها العقده ديال اللوز. بالنسبه لعقده اللوز كيبقى لكم الاختيار، يا اما كديروا ما بين 10 حتى ل 14 غرام ديال العقده ديال اللوز في كل تمره، يعني نتوما كيفاش كتبغيو التمر ديالكم يكون عامر. فغادي ناخد هذا التمر اللي كيكون يعني مفتوح من الوسط وغادي نوضع فيه العقده ديال اللوز بحال هكذا. وبالنسبه للتزيين فغادي نحتاج هنايا الصنوبر اللي يكون على هذا الشكل،
ممكن يعني غير 100 غرام راها كافية وما غالياش بزاف، فمن الأحسن أننا نستعملوا صنوبر هكذا كتغيير. ممكن تستعملوا أي حاجة عندكم بحال الكاجو بحال البيستاش، أي حاجة حبيتوا تزينوا بها كيبقى لكم الاختيار. بالنسبة للكاجو أو لأي حاجة بغينا نخدموا بها من هاد المكسرات، خصنا ضروري نحمروهم من قبل في الفران باش ما كيبقاوش خضرين. فكناخد الكاجو أو صنوبر عفوا، وكنبدا كنزين بيه على هذا الشكل، يعني كندير حبه حدا حبه يكونوا مغايرين في الشكل ديالهم بحال هكذا، حتى كنغطي هاد العقده ديال اللوز كامله كيف كتشوفوا. وراه كتجي رائعه بهاد النكهه ديال الكابوتشينو، كنتمنى انكم تجربوهم لانه فعلا فعلا كيجيو بنين بزاف. فوالا كتجينا التمره على هاد الشكل مزينه بهاد السنوبر والعقده اللي منسمه بالكابوتشينو. غادي نكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو باش نديرو كذلك الشكل الاخر. بالنسبه للشكل الاخر فعندي هنايا العقده ديال اللوز نسمتها بالنوغا، هذا لاغوم ديال النوكا راه كيتباع متوفر في جميع المحلات اللي كيبيعوا مواد الحلويات. غادي نحتاج كيف قلت لكم العقده ديال اللوز، من طبيعه الحال غادي نحتاج التمر اللي كنكونوا مفاتحينه من الوسط. فكناخذ العقده ديال اللوز كنوضعها على هذا الشكل، نحاول نضغط عليها واحد شويه باش يعني كتعلل الفوق. وللتزيين غادي نحتاج هنايا الكاجو، ها هو حتى هو محمر من قبل في الفران، وكنوضعو الكاجو على هذا الشكل كيكونوا مايلين باش كيبان الشكل ديالهم زوين. فكنوضع حبه حده ثانيه بحال هكذا، تيجيونا التمر ديالنا بحال هكذا. ناخذ وحده اخرى كيف كتشوفوا، ثم كناخذ الكاجو كنحاول نضغط عليه مزيان في العقدة ديال اللوز باش كيبقى ثابت على هكذا. وكتجينا التمره مزينه بهذا الشكل هكذا. غادي نكمل الكميه اللي عندي ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو كذلك الشكل الاخر اللي غادي نحضرو مع بعض. اذا بالنسبه للشكل الاخر فغادي نحتاج هنايا عقدة ديال اللوز نسمتها بالنسمه ديال الفرامبواز. فغادي نحتاج هاد التمر اللي كيكون مفتوح هكذا من الفوق، غادي ندخل فيه هاد العقده ديال اللوز، نحاول اني ندخلها مزيان حتى لداخل كيف كتشوفوا. وهنايا عندي نحتاج هنايا شوكولا بيضاء على هاد الشكل للتزيين. فكيف كتشوفوا كندخل هاد العقده ديال اللوز بحال هكذا وكنوضعها في هاد الشوكولا البيضاء، وكنحاول انني نضغط عليها باش كتبقى قابطه في هذيك العقده ديال اللوز بحال هكذا، وكتجينا التمره على هذا الشكل كيف كتشوفوا كتجي بحال هكذا. نعاود معكم وحده اخرى، فكناخذ التمره بحال هكذا وكنعمرها بالعقده ديال اللوز حتى لداخل فوالا، وكنوضعها في هاد الشوكولا الخاصة بالتزيين، نحاول أنني نضغط عليها صافي كتجينا على هاد الشكل. غادي نكمل الكمية اللي عندي ونعاودو نتلاقاو باش نكمل معكم الشكل الأخير. إذا بالنسبة للشكل الأخير فغادي نحتاج هنايا العقدة ديال اللوز اللي نسمتها من النكهة ديال البيستاش أو الفستق. غادي نحتاج هنايا التمر توا اللي مفتوح من الفوق، غادي ناخذ كميه من العقده وندخلها مزيان في هذا التمر. وللتزيين غادي نحتاج هاد الشوكولا الخاصه بالتزيين على هذا الشكل مارون، كتكون منسمه بالكراميل صافي، وكنوضعها من الفوق بحال هكذا ونحاول انني نضغط عليها مزيان باش كتبقى قابطه في العقده ديال اللوز وما تطيحش من بعد ما نحطوها في الصحن ديال التقديم. صافي كتجينا التمره على هذا الشكل.
انتما كيف كتشوفوا. نعاود معكم واحدة اخرى، كنحاول انني ندخل العقدة ديال اللوز لداخل في التمرة، ونخلي غير واحد شوية خارج على برا باش هكذا تيقبض في هذاك الديكوراسيون اللي غادي نديرو فيها. وكنعاود نبرك على هاد الشوكولا الخاصة بالتزيين، كتجينا تمرة بحال هكذا، هانتوما كيف كتشوفوا. صافي غادي نكمل الكيمياء اللي عندي ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوهم في صحن التقديم كيفاش حطيتهم مع بعضياتهم. اذا كيف كتشوفوا فهذا هو الشكل النهائي ديال التمر اللي حضرت معكم اليوم، فكيجي على هذا الشكل. بالنسبه لهذا الشكل هذا ما وريتوش لكم، فبرت العقده اللي شاطت عندي ديال اللوز زينتها فقط من الفوق بالنوازيت او لا البندق. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم وعجبكم، فعجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو ما بين اهل الاصدقاء ديالكم، كذلك مواقع التواصل الاجتماعي. ولا كنتم مازال ما اشتركتوش بالقناه اشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.